معنا الآن من بيروت وعبر سكايب المديرة التنفيذية لبنك الغذاء اللبناني سهى زعيتر. صباح الخير سيدة سهى. يعني بنتكلم كل يوم تقريبا عن مبادرات فردية أو مجتمعية في لبنان، وهو طبعا شيء في منتهى الإيجابية، ولكن هل هي كافية لسد رمق فقراء لبنان اليوم؟ طبعا لا، لأنه مثل ما ذكرت هي مبادرات فردية ولمدة معينة، يعني مثل ما كل شخص قادر يتحمل عبء صغير رح يوصل لمحل هو بده يصير بحاجة لمساعدة، إن كان مادية إن كان غذائية. فهلأ بشهر رمضان المبارك مثل ما ذكرتوا بالريبورتاج إنه في كتير مبادرات، يعني هلأ ماشي المجتمع ومتكل عليها لحتى نقطع هالفترة، بس الخوف بعد شهر رمضان، يعني حتى بالسوبر ماركت بالمحلات هلأ الشعب بحاجة إنه يأمن الموائد الرمضانية للإفطار لحتى يقدر يكفي شهر رمضان المبارك. بس ما بعد رمضان شو رح يصير؟ ما بعد ما تخلص هالمساعدات شو رح يصير؟ هيدا اللي خوفانين نحن منه. طيب ما هو حجم يعني الفئات التي نتحدث عنها، الفئات التي تستهدفها هذه المبادرات اليوم؟ نحن بمؤسسة بنك الغذاء اللبناني وبيت البركة قدرنا نغطي 50,000 عائلة، يعني قدرنا نجمع من 95 جمعية اللي عم نتعامل معها 50 داتا ل 50,000 عائلة ضمن المبادرة اللي قمنا فيها بالمساعدة مع شركة تيل بأمريكا. فهيدي الداتا إن شاء الله رح نبلش إذا الله رد بلشنا فيها اليوم بالتوديب وبالتحضير، ابتداء من الجمعة الجاية رح يبلش التوزيع لأول 6,000 عائلة لبنانية لنقدر نأمن لها حصة غذائية، مثل يعني مثل ما بتعرف فيها المواد الغذائية الأساسية اللي لازم تكون موجودة بكل بيت. نعم سيدة سهى، لو نبغى نتكلم عن المساعدات لهذه السنة، يعني هل قلصت الضائقة المالية من حجم المساعدات؟ نحن عم نعاني من مشكلة أكيد بالمساعدات، لأنه مثل ما بتعرفوا بخصوص الوضع الاقتصادي اللي لبنان مارق فيه، التبرعات مثل ما بنعرف كلنا الجمعيات هي قائمة على تبرعات، فالتبرعات اللي عم تجي من داخل لبنان للأسف نحن ما عم نقدر نوصل لها عبر البنوك، فنحن كل اعتمادنا على التبرعات اللي عم تجي من خارج لبنان، لأنه عم تكون فريش موني. بهي الحالة نحن عم نقدر نسحب هاي المصاري وكمان بكميات محدودة شوي، لأنه كمان في ليميت عم بيكون على الحسابات. نعم، طب في الحديث عن نوع المساعدات المقدمة من قبل هذه المبادرة، في مجال تحكي لنا عنها شوي من فضلك؟ المبادرة اللي عم نقوم فيها مع بيت البركة ونحن كليبانيز فود بانك، نحن هدفنا نوصل للبناني اللي اوريدي او عايش ببيئة، وبتعرفوا مع الوضع الاقتصادي في اشخاص ما كانت بحاجة لمساعدة او بسبب الغلاء المعيشة بسبب قلة المعاشات اللي قلت، او في ناس كمان بطل يوصلها معاشها الشهري، فهيدي الاشخاص بحاجه لدعمنا، بحاجه لنوقف حدها لحتى نتخطى كلنا سوا هيدي النحمه اللي مارقين فيها. وفي اشخاص ما بتعرف تطلب لانه ما واجهت بحياتها هيك ظروف، فنحن عم ننبش هدول الاشخاص عبر الجمعيات اللي عم نتعامل معها خلال يعني عبر لبنان كله. الجمعيات هي عم تروح وتقصد المنطقة الجغرافية اللي بتغطيها تتجمع داتا لنقدر على القليل نوصل لهم حصة غذائية كمان من دون ما نجرح كرامتهم ولا نحسسهم انه نحن عم نعطي هيدا شفقة لهنا، لا نحن هون دورنا عم نوقف حد المواطن اللبناني، عم نوقف حد بعض كلنا بهالأزمة لأنه بحاجة لهيدا الشيء. طيب نقف حد بعض، يعني أعتقد أنها يعني جملة مهمة جدا، يعني لو سلطنا الضوء على هذه النقطة الإيجابية في ظل هذه الظروف من فقر وكورونا، هل تعتقدي أن ثقافة المساعدة والتطوع وتقديم يد العون ربما بتلقى رواج لم يكن موجود من قبل؟ 100% اليوم عم نلاقي مساعدات أو فكرة العطاء كثير موجودة بالمجتمع اللبناني،
اللي هي هيدي بتكبر لنا قلبنا وبتخلينا نعرف انه نحن رح نكفي لكلنا كل الصعوبات. نحن كمؤسسة بنك الرجاء اللبناني نحن كنا عم نشتغل قبل ما تبلش أزمة كورونا على الجينيريشن الجديد، يعني تلاميذ المدارس تلاميذ الجامعات، حتى نفرجيهم انه هيدي مسؤوليتكم. عم نشوف مبادرات فردية من قبل تلاميذ المدارس، يعني بعد ما صار وصل عمره ل 18 سنة عم نشوف مبادرات من أهالي منطقة واحدة، عم نشوف مبادرات من كل جميع الفئات بالمجتمع إن كان كبار إن كان صغار. هيدا الوعي اللي شفناه خلال هالأشهر الماضية اللي مرقنا فيها إن كان خلال الثورة إن كان خلال الكورونا، هيدا الشيء وحد اللبنانية ولغى فكرة الطوائف، لغى فكرة الأحزاب، لغى فكرة أنت من وين ونحن من وين. لا، نحن اجتمعنا كلنا تحت سقف واحد اللي اسمه لبنان، اللي اسمه المواطن اللبناني، لحتى نساعد بعضنا ونوقف حد بعضنا. ومثل الحملة اللي قايمين فيها هي كما هو مهم أن نساعد يعني بعضنا في ظل هذه الظروف، يعني أيضا سلامتكم مهمة جدا. ما هي معايير السلامة ربما اللي بتتخذوها خلال تقديم هذه المساعدات اليوم؟ أكيد نحن الشباب اللي عم بيوظفوا الحصص عم بيكونوا مجهزين بالكمامات بالكفوف بالأوفرول. البضاعة اللي عم توصل على المستودعات عم تتعقم وهي وعم تتوضب كمان عم تتعقم. أكيد في شركة ساعدتنا بهذا الموضوع لحتى نعرف كيف لازم نتخذ كل التدابير لحتى نكون يعني نحمي الشباب والصبايا اللي عم بيساعدونا بهذا التوظيف ونحمي المستفيد كمان. يعني نحن حتى الجمعيات اللي عم نوصل لها عم بيكون في معايير معينة للسلامة حتى توصل كمان للبيوت. يعني أكيد لازم يكونوا أخذين احتياطاتهم باللبس بالدايركت كونتاكت. نتمنى لكم السلامة ونتمنى يعني التوفيق أيضا في هذه المبادرة والمهمة الجليلة الحقيقة. أشكرك على وجودك معنا هذا الصباح عبر الهاتف، المديرة التنفيذية لبنك الغذاء اللبناني السيدة سهى زعيتر، شكرا لك. مشاهدينا